وخلال كلمته وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الشعب السوداني، حيث طلب الرئيس فيها الأشقاء كافة في السودان إعلاء المصلحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية. سيدات والسادة، اسمحوا لي قبل أن أختتم كلمتي أن أتوجه بكلمة للشعب السوداني الشقيق والعزيز. إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها تدمي قلوب كل المصريين. نشعر بمعاناة أشقائنا في السودان ونتألم لآلامهم، وندعو الله العلي القدير أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت. ومن هذا المنطلق نؤكد ضرورة إعلاء كافة الأشقاء في السودان للمصلحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم استقرار أو أمن السودان بل والمنطقة. وأشدد مرة أخرى على أن مصر لن تدخر جهداً للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف الجارة والصديقة.